من الناس في هذه المسألة، في هذه المسألة، وهي أن قوما يقولون تكفي النية، والدين في القلب، والدين في القلوب، ما هو في المظاهر والعبادات. يتركون العبادات، يقولون معها الدين في القلب ما هو بالأعمال، وغلى بقوم في حق الأعمال وأسقطوا ما في القلوب والنيات. وهذان فريقان من الصوفية، فريقان من الصوفية. فقوم منهم يقولون الأولياء ما عليهم لو تركوا الطاعات والعبادات، لأن ما هو بشرط هذا، إنها عارفون، هؤلاء العارفون عارفون بالله، ولا حاجة إلى أنهم إلى ليس بهم حاجة إلى الأعمال، لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا الله، ليسوا بحاجة إلى الأعمال، يكفي ما في القلوب يقولون، ويلغون الأعمال. قوم غلوا في الأعمال وألغوا عمل القلوب، واقتصروا على المظاهر وتركوا عمل القلوب والنيات والمقاصد. نعم.